فهي استمرار لما بدأ به من عناصر الحوثي من تمرد وتنفيذ أجندة الأجنبية بقتل وتهجير أبناء محافظة صعدة ابتداء من مران وقتل الجنود والمواطنين وتخريب المراكز الحكومية ومنازل المواطنين، وهجروا أبناء صعدة وعرب سفيان ومن حجة ومن الجوف ومن وهجروا المسلمين واليهود ولم يتركوا أحد، وادعى المظلومية وهم الظلمة والقتلة. فهذا الذي حصل في حاشد يعني أخيرا يعني هو استمرار هذا السلسلة وتأثيرتها على الحوار هي إعلان، وإنما نحن بالنسبة لنا نعتبر أن الحوار فاشل. لماذا؟ لأنهم يحاوروا الناس متمردين حاملين السلاح بالدبابات بالكذا وتجي تحاورتها طرف سياسي، وهذا خطأ كبير جدا. وهو ولكن الحوثيون جزء من الحوار الذي جرى في صنعاء حتى الساعة. شيخ عثمان، لماذا لم نسمع بأي وساطة تقوم بها أجهزة السلطة اليمنية؟ لماذا لم نسمع يعني الرئيس عبد ربه منصور هادي، ربما ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر؟ نعتبر صمت الدولة والمجتمع الدولي والدول العشر الضاحية للحوار في اليمن فهو رضا وإذان بهذه الجرائم في اليمن، سواء من تهجير أبناء دمج أو تهجير أبناء صعدة أو الحرب التي تمارس ضد قبائل حاشد. فيعني هذا هو تصريح رسمي أعتبره. أما يعني بالنسبة لوضع الدولة، إحنا نعتبره وضع هزيل جدا، وهي تعترف لنا بدون الإعلام أن ألويتها ومعسكراتها في صعدة والسلطة المعلية في صعدة منهوبة تماما، ولكنهم يعملون في الحوار خيرا. ولكن أنا أؤكد لك أن الدولة في هذا الوضع وفي هذه المرحلة سترى نفسها مستقبلا أسيرة كما هو في صنعاء كما هو حاصل في صعدة حاليا، وتصبح السلطة تخرج الأوامر وتنفيذ الأشياء تكون عبر مكتب ما يسمى بالسيد، ورئيس الدولة والوزراء والحكومة ما عليها إلا التنفيذ غصبا عنها، لأنهم لن يستطيعوا مستقبلا مواجهتهم عسكريا، لأن القبائل والمراسلين للدولة سيكون قد قضى عليهم الحوثي، والدولة تتفرج المتفرج. وما معنى وجود دولة لا تحمي المواطنين؟ كيف تقوم بوساطة الدولة عليها؟ شيخ عثمان، أنا سأكتفي بهذا القدر، انتهى الوقت. من صنعاء الشيخ عثمان مجلي، شيخ قبيلة صعدة وعضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.